السلام عليكم متابعينا الأعزاء. اليوم الفيديو هو مو بعيد عن الصيد لكن خارج نطاق الصيد. عندنا هاي الحمام الزاجل، طبعا جبتهن بقفص، أريد أحولهن بقفص كبير، حطيتهن بقفص صغير. ثاني يوم لقيتهن بايضات قبل ما أحولهن، فاضطريت أبقيهن بهذا القفص بدون أن اتلاعب بها، فقط حطيت لهن سعف وحطيت لهن ماي وحنطة فقط، وظليت عايفهن بمكانهن اتابعهن فقط بالماي والاكل. سبحان الله هاي بعد 19 يوم فقس، هاي احدى البيضات فقست، هذا عمره لحد الان 24 ساعة. هذا الطير الصغير عمره 24 ساعة، سبحان الله. شوف شلون بنيته، شلون حجمه. هذا اللي واقف يمه اللي يدي يعالج، هذا الفحل، الطير الفحل. شاهد سبحان الله شلون هاي جتي امهن. هاي تبقى البيضة ننتظرها، اذا ما فكست اتوقع يعني انه ما تفقس لان عبر عليها. اذا اليوم ما فكست راح نحاول نذبها او نصور فيديو نفتحها نشوف شكو بيها. وهذا الطير سبحان الله يعني لحد ما نتدخل لا باكله ولا بشي، هي الام من تاكل الحنطة بالدغرة مالتها تفرز مادة على الطعام وتطلعه وتزق الافراخ مالتها. سبحان الله، هي هاي النثية يعني. شوف عندنا هاي البيضة، شوف سبحان الله شلون تطمئن عليها. شوف هي شو تسوي الطير، سبحان الله. شوفوا البيضة يقضبن ينقرنها، يظلن ينقرن بالبيضة لحد ما يطلعن الأفراخ. شوف هاي سبحان الله البيضة افترت علينا، راح نشوف المنقورة من الخارج. هذا في حال الطير بعد عايش يظل ينقرن بها داير ما يدور لحد ما يطلع الطير من البيضة. شوف سبحان الله، شوف هذا طريقة نقر البيضة. شوف سبحان الله هذا الطير بعد حاليا هو ما فتح عيونه، ما يشوف، أعمى. سبحان الله، الطير الزاجل من الطيور اللي قوية جدا، يعني ما يحتاج لها مداراة أكثر، يعني مجرد أنه فقط دار، يعني رغم شوف القفص منظيف ما مهتم به، لكن بيضن ويفكسن ويتأقلمن. لكن دائما الأفضل أنه لأجل أنه يستمر بالبيض والتفقيس لازم يكون القفص يعني كبير. وشوف القفص صغير، يعني القفص ما حد يتوقع انه ممكن يبيضن وفقسن بي، لكن هو رزق من الله سبحانه وتعالى. اتمنى الاشتراك بالقناة، نستمر معكم بفيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.